أول من هذا السيد الشهيد في حياته هو الشيخ علي البراني، أقسم بالله من العظيم الذي لا إله إلا هو. السيد الشهيد ما كان يشكي هموم لأحد إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة الإسلامية، ولكن بالنسبة للبراني حتى عائلة السيد كانت تعلم أنه يؤذيه، وهذا من العجائب. أنا شاهد عيان على الحقائق التالية بالنسبة للشيخ علي البراني. علي البراني أول من اتهم السيد الشهيد بأنه يتعامل مع أمريكا جريمة كبرى. السيد الشهيد الذي لا يملك دارا ولا يملك عقارا ولا يملك شيئا من حطام الدنيا يتعامل مع أمريكا، وكان يندد بالسيد الشهيد. وفي فترة الحجز كان يدرون أنا موجود. شوفوا لطف الله عز وجل، من لطف الله عز وجل وعنايته بالسيد الشهيد أني بقيت حي إلى هذا اليوم، وما كان أحد يعلم أني موجود في البيت. فاستغلوا الفرصة، استغلوها هذا اللي داز القنبلة اللي تتلينا، وهذا اللي حاضر من جوا بيته حتى يندم من بيته. كيف يقول للسيد الشهيد وهو محجوز هذه مسرحية صاغها لك البعثيون يكبروا؟ يا للعار، يا للعار على عمامة تتجرع على مقام صاحب الزمان وهو الآن يدعي الولاء لصاحب الزمان ولأهل البيت، ويسند بالبيوتات عظيمة ويدفع له الأموال وتسخر له الطاقات وتعطى له المؤسسات. ليس عار، ليس عار علينا أن يعيش مثل هذا الرجل بيننا وتكون له مكان ومقام؟